انا سميتي مركانت ابراهيم، متطوع المسيره الخضراء والرئيس الجمعيات ديال المتطوعين المسيره الخضراء ديال تمرخت جامعه تورير. ايوا القصه هذا الشيء راه كيفرح، وملي شفت هذا الشيء جاني الدموع، ملي شفت التصاور وجمعت فكرني في الذكرى. كان الوالد ديالي هو اللي بغى يمشي، قلت ليه والو انا اللي غادي نمشي، ما غاديش نمشي انت كبير في العمر، انا غادي نمشي. مشيت في 24 سنه في العمر ديالي وانا خدام بحري. ملي مشيت الحمد لله لقينا خرجنا في المسائل الاخرين والناس زعمين وكاين الحماس والحمد لله راه تحررت الصحراء، الحمد لله حررنا الصحراء ولقينا العسكر ديال الاسبانيون ووجهنا النيشان مشينا لعندو واسميتو حتى المخازنيه ديالنا اللي ردونا، ما حنا قطعنا السلك ديال الحدود، فتنا الحدود دخلنا للداخل، دخلنا غاديين اسميتو كون ما حبسونا غادي نحرروا حتى الصحراء الشرقيه 16 يوم. استمليت بقينا واحد يوم حنا فايت من اللول، فالانطلاق ديالنا فايت من اللول وبقينا 15 يوم في الصحراء 16 يوم. يا خال بلاصينا كاين جوج ديال المحطات، واحد المحطه ديال المخيم اللي قلت المخيم، وحده في طنطان واحد في طرفايا. ملي دخلنا للصحراء، ملي دخلنا الصحراء تجمعنا تلقى الناس ديال الشمال وديال الجنوب ديال اسميتو، وغاديين غاديين طريق وحده غاديين. ملي مشينا لتما حتى وصلنا الحدود، ملي ردونا جينا ثاني لطنطان، جينا نحن لطنطان وديال طرفايا، حتى قال لهم سيدنا رجعوا للبلاد بخير الحمد لله. اللي وهزينا الرايه والصوره ديال سيدي الملك حسن الثاني قدس الله روحه، هزينا الصوره ديالو واسميتو غاديين غاديين زاعمين ما خايفين ما والو. هاد الصوره فكرتني ملي قطعنا الحدود، دخلنا اسميتو دخلنا الصحراء، كملنا دخلنا الصحراء الشرقيه، مشينا على رجلينا غاديين، حتى حبسونا راه حبسونا المخازنيه ديالنا حنا للناس اللي مكلفين بنا، قالوا لنا ارجعوا ارجعوا بركه عليكم ارجعوا، هنا راه فتنا هنا، لا لا كاين الكرياج هنا راه تحيد، حيدوا المتطوعين، حيدوا الكرياج وغاديين، غاديين كيتمشاو زاعمين، كون خلونا وكون حررنا الصحراء الشرقيه كاع ما تبقى عند الكراغله. ذكرى 48 للمسيره الخضراء، بهذه المناسبه وزاره الشباب والثقافه والتواصل قطاع التواصل كتنظم بعده مدن منها مدينه اكادير معرض للصور التاريخيه التي تؤرخ لهذا الحدث العظيم، حدث المسيره الخضراء اللي كان من ابداع جلاله المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، وكذلك كان عباره عن صوره من صور تلاحم العرش والشعب اللي تجسدت من خلال العدد الهام ديال المتطوعين اللي لبوا نداء جلاله الملك انذاك وخرجوا من اجل المشاركه في هذه المسيره السلميه لتحرير الصحراء المغربيه. هذا المعرض هو عباره عن مجموعه من الصور واللوحات اللي كتارخ بطريقه كرونولوجيه لهذا الحدث منذ الاعلان ديال جلاله الملك عن تنظيم هذه المسيره الى الوصول الى الصحراء المغربيه ورفع العلم المغربي فوق تخومها. المعرض هذا ديال الصور الفوتوغرافيه اللي كتردنا لواحد الحقبه ديال السبعينات اللي هي واحد 48 سنه اللي فكرتنا بالماضي ديال المغرب، بالناس اللي مشاو شاركوا في واحد المسيره اللي هي مسيره خضراء، مسيره سلميه اللي الحمد لله اللي خاص تفكروها الاجيال ديالنا كامل، اولادنا وولاد ولادنا، وفكرتنا بوالدينا وجدودنا اللي شاركوا فيها وشاركوا المسيره اللي هي كانت سلميه في الصحراء المغربيه اللي كانت مغتصبه من العدو الاسباني، اللي كانوا دايرين واحد الحدود اللي هي حدود وهميه
والحمد لله ملي خطب الملك الراحل الله يرحمه الحسن الثاني باش المغاربه يمشيو يديروا واحد المسيره، كلشي المغاربه ناضوا يمشوا، ولكن الحمد لله طالبين واحد العدد اللي هو قليل، وهنا كيبان روح المواطنه ديال المغاربه كاملين في اي حدث كان كيف ما كان النوع ديالو. والحمد لله كان نقولوا ديما صحراء مغربيات وقرى ديما مغربيه. تحياتي باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.